بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين نجدد الترحاب بكم أبنائي التلاميذ في موضوع جديد خاص بمادة علوم اللغة مجزوءة النحو والصرف بعنوان نائب الفاعل. فالنائب عن الفاعل اسم يحل محل الفاعل المحذوف ويأخذ أحكامه التي بيناها في الدرس السابق ويصير عمدة لا يصح الاستغناء عنه بعدما كان فضله. وقد جاء الحديث عنه في باب المرفوعات عند النحاة القدم. فما هي الصيغ التي تنوب عن الفاعل وما هي أقسامه؟ لكي نشرح هذه النقط بتفصيل ارتأينا أن نقسم الموضوع إلى ثلاثة مجموعات. المجموعة الأولى يعني الجملة الأولى وخلق الإنسان ضعيفا، الجملة الثانية سرق البيت. فكما تلاحظون أبنائي الأعزاء أن يعني الجملة الأولى هي جملة فعلية والفعل هنا أتى مبنيا للمجهول، ويعني الإنسان سنعربه نائب الفاعل، نائب الفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. لماذا؟ لأن والأصل في هذه الجملة هي خلق الله الإنسان ضعيفا. يعني هنا سننتقل إلى يعني السبب، لماذا مثلا أخفينا الفاعل وعوضناه بنائب الفاعل؟ يعني هنا كما هو معلوم هنا النحاة يعتقدون بأن السبب هو الشهرة، يعني الكل يعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان. في الجملة الثانية سرق البيت، فكذلك نرى بأن هذه الجملة مبنية للمجهول، يعني ابتدأت بفعل مبني للمجهول سرق والبيت يعني نائب الفاعل، وهي جملة يعني محولة عن الجملة الأصلية التي هي كالتالي سرق اللص البيت. والسبب هنا سبب يعني إخفاء يعني الفاعل هنا يعني كما هو معلوم هو الجهل، لأننا لا نعلم من سرق البيت. فهذا هو ما يمكن أن إذن هنا من خلال ملاحظة جملتين المجموعة الأولى يتضح أنهما جملتان فعليتان. فعل الجملة الأولى خلق فهو فعل ماض مبني للمجهول متبوع بنائب الفاعل الإنسان الذي هو عبارة عن اسم مرفوع مسند إليه وأصله مفعول به خلق الله الإنسان. إذن لاحظوا الإنسان التي كانت مفعول به أصبحت ماذا؟ أصبحت مرفوعة يعني نائب للفاعل بعد حذفه. فعل الجملة الثانية يعني سرق فهو فعل ماض أيضا مبني للمجهول متبوع بنائب الفاعل البيت الذي هو عبارة عن اسم مرفوع مسند إليه وأصله مفعول به يعني سرق اللص البيت. ناب عن الفاعل بعد حذفه. وسبب حذف الفاعل في المثال الأول هو الشهرة، فالكل يعلم أن الله هو خالق الإنسان. أما سبب حذف الفاعل في المثال الثاني فهو الجهل بالفاعل، فلا أحد يعرف من سرق البيت. وهكذا نستنتج أبنائي الأعزاء أن نائب الفاعل اسم مرفوع يأتي بعد فعل مبني للمجهول وأصله مفعول به يحل محل الفاعل بعد حذفه. قد يحذف الفاعل لأسباب كثيرة كشهرته أو الجهل به أو يعني الخوف منه أو الخوف عليه،
إلى آخر. إذا الآن سننتقل إلى يعني المجموعة الثانية، إلى جمل الجملة الثانية، المجموعة الثانية. سأقرأ الجمل. يكافأ المجد، أعطي المساكين صدقة، سقط في الفخ، صيم يوم الخميس، احتفل احتفال عظيم. إذن كما تشاهدون معي، فالجمل جميعها يعني أنها بنيت للمجهول. إذن عند ملاحظتنا لجمل المجموعة الثانية، نجد أن الفاعل فيها جميعاً محذوف، وقد نابت عنه عدة أشياء. ففي المثالين الأول والثاني ناب المفعول به عن الفاعل المجد والمساكين، وأصلهما يكافئ المعلم المجد ويعطي الغني المساكين صدقة. وفي المثال الثالث ناب عن الفاعل المجرور بحرف جر الفخ. وفي المثال الرابع ناب عن الفاعل الظرف المتصرف المختص يوم، وهو ظرف زمان محدد ومختص أي الخميس. أما في المثال الخامس فالذي ناب عن الفاعل بعد حذفه هو المصدر المتصرف المختص احتفال، يعني المنعوت بماذا؟ المنعوت بالعظمة. ننتقل الآن إلى المجموعة الثالثة، إذن سأقرأ الجمل. يحب المجتهد، كوفئت بجائزة قيمة، تذكر بالخير، يحمد أن تجتهد. إذن الملاحظ أيضا في هذه الجمل أنها بنيت للمجهول. فالفعل هنا يحب مبني المجهول، والمجتهد نائب الفاعل المرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. في الجملة الثانية كوفئت بجائزة قيمة، إذن هنا أن نلاحظ أن يعني أتينا بمصدر. ثم في الجملة الثالثة تذكر بالخير، يعني أصلها يذكر الأستاذ يذكرك بالخير. إذن هنا جاء يعني مجرور. ثم يعني نائب الفاعل في الجملة الأخيرة جاء بأن، أن والفعل أن المصدرية. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى يعني كما سبق الإشارة إلى ذلك، عند ملاحظتنا أمثلة المجموعة الثالثة والأخيرة نجد أن نائب الفاعل ورد بصور مختلفة. فهو في المثال الأول يعني اسم عبارة عن اسم صريح مجتهد، وفي المثال الثاني جاء عبارة عن ضمير ظاهر تاء المتكلم يعني كوفئت، وفي المثال الثالث ضمير جاء ضميرا مستترا تقديره أنت. أما في المثال الأخير فهو عبارة عن مصدر مؤول من أن والفعل أن تجتهدوا، وتقديره يعني اجتهادكم. هكذا نصل إلى يعني إلى تركيب هذه المعطيات في خلاصة، وهي كالآتي: نائب الفاعل اسم مرفوع يأتي بعد فعل مبني للمجهول، وأصله مفعول به يحل محل الفاعل بعد حذفه. يحذف الفاعل لأسباب عدة، منها شهرته، الجهل به، إبهامه، الخوف منه أو عليه، تعظيمه،
بعدم ذكر اسمه. تنوب عن الفاعل بعد حذفه عدة أشياء: المفعول به، المجرور بحرف الجر، الظرف، المتصرف، المختص، المصدر، المتصرف، المختص. يبقى فعل النائب عن الفاعل مفردا وإن كان هذا الأخير مثنى أو جمعا. نائب الفاعل ثلاثة أقسام: صريح، ضمير ظاهر أو ضمير مستتر، مصدر مؤول من أن والفعل. سنحاول أن نمر الآن إلى تطبيق بسيط لنرى يعني هذه الأشياء في هذا التمرين. حول الجملة الآتية من المبني المعلوم إلى المبني للمجهول: تبني البلاد نهضتها على سواعد الشباب، أنشأت الدولة المدارس والمستشفيات في جميع جهات البلاد، ينتج المغرب جل حاجاته من الحبوب، يستفيد المتفوق من منحة دراسية. ثانيا: أعرب ما يأتي، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني جاء هذا المثال في سورة الرحمن من الآية 20. فالجواب بالنسبة للجملة الأولى: تبني البلاد نهضتها على سواعد الشباب، تبنى النهضة على سواعد الشباب. إذن هنا كنلاحظوا بأننا يعني هنا الجمل على شكل يعني جاءت على صيغة مبني للمعلوم ثم حولناها إلى مبني المجهول، فهنا دائما المفعول به يصبح هو ينوب عن ماذا؟ ينوب عن الفاعل. إذن هنا تبني، قلنا تبني، تبني تصبح تبنى، ونهضة اللي هي مفعول به تصبح ماذا؟ تصبح نائب الفاعل مرفوع. أنشأت الدولة المدارس والمستشفيات في جميع الجهات. أنشئت يعني جملة مبنية للمجهول، أنشئت المدارس والمستشفيات في جميع الجهات. فهنا الفعل المبني للمعلوم أصبح أنشئ، والمفعول به هنا أصبح نائبا للفاعل ومعطوف عليه أيضا. إذن ينتج، الجملة الثالثة: ينتج المغرب جل حاجاته من الحبوب. الجملة هنا مبنية للمعلوم، تصبح تنتج الحاجات من الحبوب. ثم في الجملة الأخيرة: يستفيد المتفوق من منحة دراسية، فتصبح يستفاد من منحة دراسية. إذن هكذا بقي لنا أن ننتقل إلى جواب السؤال الثاني، اللي هو الإعراب، يعني يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يخرج فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. منهما من حرف جر مبني على السكون، هما ضمير متصل مبني في محل جر اسم مجرور. اللؤلؤ نائب الفاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الواو حرف عطف مبني على الفتح، المرجان معطوف على اللؤلؤ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. شكرا على حسن التتبع، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.